المؤمن الصادق يحب لقاء الله. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. دخلوا على ابن عمر بن عبد العزيز وهو ينازع، قالوا يا ابن عبد العزيز قل لا اله الا الله محمد رسول الله. فنظر الى السماء وقال ذكروني بك. هو حسن الظن بالله، عايز يكون له دلاء، والله يحب العبد الذي يتدلل عليه. جمالك في وجهي، ذكرك في فمي، حبك في قلبي، فكيف تغيب؟ لم يغب. لا اله الا الله.